سلام عليكم وبركاته، معاكم ام كامل ابو حوت كامل. والنهارده يا شباب، ايوه، هنرن على المامي تول ليجز يا شباب، الام الاكبر رجلا على التاريخ. كلنا عندنا امهاتنا ممكن تضربنا ولا حاجه، بس رجليها صغنونه، بس مش زي الام بتاعت بوبي او الام بتاعت المصنع المهجور او الام اللي هي الدم يا شباب. فالموضوع هيبقى صعب جدا النهارده. بس قبل ما ابدا المقطع يا شباب، قبل ما نعمل اي حاجه، ما تنسوش تنزلوا دلوقتي على المقطع ده، تضغطوا احلى لايك وتشتركوا في القناه مشتركين، فعلى زر التنبيهات وصلوا على محمد في الكومنتات. عايزكم تعملوا كل ده في 5 ثواني بس، قدامكم 5 ثواني، تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات وخلوا صلي على محمد في الكومنتات. دي ملهاش علاقه بالتحدي، فيلا بينا يا شباب. عد لكم لحد 5، تكونوا عملتوا لايك واشتركتوا وفعلتوا التنبيهات. يلا، 1 2 3 4 5، عملتوا لايك واشتركت في القناه. اسمها ايه؟ ميشن باز. اوكي، انت دلوقتي عملت التحدي. يلا دلوقتي انا جاهز دلوقتي ان انا ارن على المامي تول ليجز يا شباب، ويلا خلونا نبدا. سلام عليكم وبركاته، ورجعت لكم مرة تانية. اوكي، خلوني بس ارجع الموبايل كده عشان يبدا ان هو يقلب كده مع نفسه كده يا شباب. فمين ازاي انتوا عشان نقلب الموبايل وتبقى وضعنا فل السمباتيك؟ هنختار اول لعبة معانا، يبقى عندنا لعبتين. اللعبة الأولى ان احنا هنتصل على أم رجل طويلة، اللعبة التانية هيبقى السوبر بوبي. تمام، يلا أول لعبة معانا هي أم رجل طويلة. اوكي، أم رجل طويلة هنتصل عليها. طب يا شباب، زي ما انتم شايفين احنا المفروض النهاردة هنتصل عليها. ربنا اوكي، الصوت عالي، تمام، نط الصوت كده ونخش. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، ام رجل طويله بتقول لي تاب تو انتر، دوس عشان تدخل. وانا يا شباب مش عايز ادخل، انا مش عايز اتاثر اتصل عليك. انت مفكره ان انا بتصل عليك يعني عشان انت شخصيه مهمه؟ ان انا بتصل عليك عشان لعيون المتابعين. ف اوكي يا شباب، انا هضطر اعمل كده بجد. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تضغطش لايك، انزل اضغط لايك دلوقتي واشترك في القناه. بسم الله. تشالنج، هيبقى في تحدي، كولز، اتصالات، جامب سكير اللي هي الخضات، وكمان الشات ان انا اتكلم معاها. هولي بوي. اوكي، ريلاكس ريلاكس، كل دولت ايزي. شايفين اللي قاعده بتروح وبتيجي ديت ايزي برضه، يعني ولا حد فيهم اصلا بياكل معايا، يعني انا ما بخافش اي حد. زي ما انتم شايفين اللعبه قدامكم هنا، اكتبوا تحت في الكومنتات ابدا بالتحديات، ولا ان اتصل، ولا ان انا اتفزع وانتوا تتفزعوا معايا، ولا نتكلم معاها في الشات. طيب انا عن نفسي انا يا شباب هبدا بالتشالنج تحدي. اوكي، كويز يا شباب، موم بلاي كويز. اوكي، هتبقى كويز اسئله ليها علاقه باللي هي البنت ديت، او اللي هي البنت ام ارجل طويله. طب يا شباب، بالنسبه للاسئله اللي هتجيني هتكون اسئله ليها علاقه بيها. انا ما اعرفش عن الشخصيه كتير قوي، ولكن اعرف عن الهاجي واجي والكيسي ميسي وعن كل الشخصيات اللي كانت موجوده وبوبي الاولانيه، بس مش ام رجل طويله اللي هي مامي رجل طويله. ام رجل طويله ديت ما اعرفش عنها اي حاجه حرفيا. فانتوا لو تعرفوا هتساعدوني في الكومنتات، وكمان عايزكم تكتبوا لي على الانستجرام بعد المقطع ده ان انا جاوبت صح ولا لا. تمام، الانستجرام هتلاقوه بتاعي تحت في الديسكربشن. بعد ما تخلصوا المقطع خشوا اعملوا لي فولو وتابعوا الاستوريات بتاعتي. يلا شباب، خلونا نبدا. بسم الله بسم الله. اوكي، What does mommy legs says to end the game؟ اوكي يا شباب، بيقول لك الام ام رجل طويله بتقول ايه لما بتيجي تنهي اللعب. اوكي، open my chest. لا اوكي، اكيد في بوكس يا شباب، اكيد في بوكس. غلط غلط غلط. اوكي، how the company called. ازاي اوكي مومي. لا، بحل غلط يا شباب، عمال الوبي تنقص. What so special about the bobby duel؟ دي لا، غلطت في كل اسئله. طب خلونا نعمل اعاده، نعمل اعاده يا شباب. يعني اسئلتها صعبه الصراحه، يعني بتسال اسئله عنها، يعني بتقول لك هي لما بتيجي اللعبه تنتهي بتقول ايه. على فكره هي ما كانتش لسه قالت حاجه، يعني هي ما قالتش حاجه، وزائد كمان يا شباب احنا ما لعبناش اللعبه لسه. ف تاني خلونا تاني. اوكي، وات سو سبيشال اباوت ذا. اوكي، خلونا نختار واحده تانيه بقى، حتى دي غلط. هاو ميني جراب باك. اوكي، دي غرف يا شباب، اتوقع 3 غرف. لا استنى استنى استنى، عيد تاني عيد تاني. 4 غرف. ايوه، اوكي اوكي اوكي، وات داز مامي. اوكي، خلونا نختار دي، خلونا نختار دي. ايوه يا عم كامل، ايوه. ويتش كلر اوف ذا ستيس نوت. اوكي يا شباب، بيقول لك ان اختار لون. اوكي، اختار الوايت. اوكي، انا جاوبت على واحده بس صح. انتوا متخيلين يا شباب من كل الاسئله ديت ما جاوبتش غير على واحده صح. اوكي، ميسي الواجهة. لا اوكي يا شباب، الشباب اللي يعرف الاسئله ديت شباب يا ريت يكلمني، يعني لان بامانه زي ما انتم شايفين اسئله صعبه جدا. خلاص، طب اخش لكم تاني. وات داز تو مامي اسك يو تو دو ذا ايد تيرز شوز بلوشر باينت فيس. اوكي، بات اون شوز. اوكي يا شباب، وات ده بيقول لك ان ويتش ييرز تتوقع الهاجي واجهة اتعملت في انهي سنه؟
اكيد اقرب سنه يا شباب. ايوه دي الوحيده اللي انا عارفها، اي حاجه لها علاقه بالاجي واجي اعرفها. واتس سبيشال اباوت، اوكي دي احنا تقريبا حلينها. لا اوكي شباب، لا لا الاسئله صعبه جدا، عشان نكون صريحين مع بعض الاسئله صعبه جدا، الاسئله محتاجه واحد يكون لاعب اللعبه وعارف قصتها ودارس تاريخها، فانا مش دارس تاريخ يعني، انا بلعب بس مجرد ان انا بلعب. فالشباب اللي يعرف قصه الهاجي واجي يا ريت يكلمني، يا ريت تكلمني خاص يا برو. يلا شباب بسم الله، خلينا نخش على الكولز ولا جامب سكير، خلي الكولز الاخر، خلينا نخش جامب سكيري. ايه ده؟ او بوبي، ايوه دي انا عارفها، الولد ده اللي اتحول يا شباب، ده اللي احنا بنلعب بيه اصلا. اوكي اوكي ده الوحش بيكلمه دلوقتي بيقوله ان في حاجه خطر وكده على المصنع، المفروض ان انت تحلها عشان تقدر تخرج من هنا اهو، شايفين؟ اوه بيحكي له بقى عن الام يا شباب، المامي لونج ليجز، او ماي جاد. المهم بس انا مش عايز اتخض يعني، مش عايز اتخض على طول يعني، عرفوني ان انا اتخض، فاهمين ازاي؟ ربنا يستر بقى، الواحد خايف والله. بيقول له وات هتقول لي كده ليه يا عم، ما تخافش يا عم، مفيش حاجه بتخوف هنا. وعامل نفسه الشبح بقى اللي هو بيلعب اللعبه. على فكره الشخصيه الصفراء ديت اللي احنا بنلعب بيها واحنا بنلعب بوي بلاي تايم. وقعوهم جوه اللعبه. اوكي. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ الدوده دي يا شباب عارفين الدوده دي؟ انا عارفها. اوكي ضرب على وشها. ده طلعت غبانه يا شباب مش شريره. اوكي عشان انا كنت فاكر ان الموضوع ان الدوده ديت هتبقى شريره وعصبيه وبتجري ورانا وكده. ده مين اللي مسكها يا شباب؟ او ماي جاد، ام رجل طويله، ام رجل، ام رجل طويله. مولي مولي، هدي هدي يا بيبي هدي، معلش اشرب فانتا بيبسي معلش. مشكله يا شباب يعني انا خايف من الخضه اللي يمسكوني انا يعني. اوكي قاعدين بيتكلموا عن اللي بيحصل وكده، تمام خدي ده، بيحاول ان هو يضربها ولكن هي بتتفادى الضربه بكل سهوله. دست على زرار، واو ده بتتكلم عن الهاجي واجي شاب، دي على فكره جريئه قوي. يما يما الشاب ده جاب لها هاجي واجي اصفر واحمر واخضر او ماي جاد، ده في هاجي واجي وجاجي وجات كتيره قوي، شوفوا احمر واخضر واصفر، احمر اخضر واصفر احمر. ايه المكان الغريب ده؟ في حد هنا؟ بيقولوا في حد هنا؟ يا عم خوفنيش يا عم، انا يا عم والنبي. هو بيجري على فين؟ لا البنت قابلته تاني، لا 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 الموضوع طلع صعب يا شباب، انا كنت فاكر الموضوع اسهل من كده الصراحه. طب اقول له هاي طيب ولا اقفل المكالمه؟ لو قفلت هيطلعني، بس خلينا نشوف ايه اللي هيحصل بس في الاخر. اوكي يما يما، اوكي خلص صح؟ خلص؟ اوكي اتوقع خلص، خلونا نضغط هاي كده. اوكي اتوقع كده الشاب بيني وبين مامي. طيب قبل ما ارن عليها هنتكلم معاها تمام؟ قبل ما عادي اي حد قبل ما يرن على حد لازم يتعرف عليه، فانتوا زي ما انتوا شايفين فوق على الشمال في مامي وفي كلمتهم، فانتر تكست هير. اوكي اكتب اللي انت عايز تكتبه هنا واعمل سند ارسال. طيب قبل ما اكتب، قبل ما اعمل اي حاجه، هي اونلاين، ايوه هي اونلاين. الموضوع صعب جدا، انا الصراحه مش عارف اطلب منها ايه، بس اول حاجه اقولها لها زي بني ادم، هاي هاي ازيك، الساعه 3:46 دقيقه زي ما انتم شايفين تحت على الشمال. هلو ماي فريند، اوكي ده انا بقيت صاحبها على السريع. اوكي خلونا نقول لها هاو ار يو، اوكي هاو ار يو، اوكي يو بتتكتب كده يا مكمل يا ذكي. اوكي كتبنا لها هاو ار يو، اوكي خلونا نشوف هتكتب ايه هترد تقول ايه. اوكي هاو ار يو دوينج دوينج، انت بتعمل ايه؟ هي بتقول انت بتعمل ايه، يعني مستغربه ان انا بسالها انت عامله ايه. اوكي يا شيخ خلاص نستفزها تمام. اي ميك اسمها دول، اوكي لعبه ان انا بصنع لعبه، اوكي اقول ان انا بصنع لعبه. اوكي خلونا نعمل لها ايموجي، ما نقدرش نعمل لها ايموجي، كنت عايز اعمل لها ايموجي كده استفزها يا شباب بس ما ينفعش. اوكي لان انا بصنع لعبه. جود بتقول لي كويس، باين عليها شباب مبسوطه من ان انا قاعد بعمل لعبه بقى وكده، فاهمين ازاي؟ طب نقول لها كان يو كول مي، تقدري تتصلي عليا؟ اوكي خلونا نشوف ردها عامل ازاي. بقول انت تقدري تتصلي عليا، دو يو ونت تو بلاي، هو انت عايز تلعب؟
اوكي شباب اللعبة معاه شكله خطر. هلا يس اوكي انا عايز اوكي يا اوكي يلا خلونا نشوف هتقول ايه. ان انا عايز العبه كده بقى ما بخافش. ليتس بلاي ا جيم. اوكي ده هتلاعبني غصب عني. اوكي آه انا كده كده قلت عايز ان انا عايز العب. تمام اوكي ليتس دو. اوكي ليتس جو. اوكي خلاص شفتوا ليه. اوكي اي ويل كولينج يو اند بلاي لايف. جه ترن عليا ويقول العب لايف. وات وات. لا لا استنى يا حاجه انت اه ده بتقول لي هرن عليك ونلعب لايف. اقول لها اوكي 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 كول يعني اتصلي وريني فعلا هتتصل وهتكلمني ولا انا if you lose I will come to your tomorrow. بتقول لي لو انت لو خسرت هاجي لك بكره. نو اوعي تجيلي في الحياه الحقيقيه. لا شباب بنات لا. ار يو سكيرد هو انت خايف؟ اقول لها يس انا خايف. مين ما يخافش منك انت؟ ده كفايه رجلك الطويله ممكن تلفيها حواليا. كاشا خلونا نشوف هتقول ايه. خلونا نشوف. بتضحك يا شباب ضحكه شريره. اضحك معاها. اوكي خلونا نضحك معاها كده نشوف هتقول ايه. اوكي اوكي يلا نشوف هتقول ايه. كونجراتوليشن ماي فريند يو وين. اوكي بتقول انت كسبت عشان ما خفتش كده وما خرجتش من شات. ياس اوكي قال ان انا فزت بقى كده فاهمين ازاي فرحان ان انا فايز يا شباب. يعني الموضوع حلو جدا. اي هاف ا سربرايز فور يو. عندها مفاجاه ليا. اوكي اوكي جيف مي. اوكي اديني سربرايز وريني المفاجاه بتاعتك عامله ايه. اديني مفاجاه اديني مفاجاه بسرعه. اوكي انا بعتهاش. اوكي اوكي بعت قلت لها ان هي تبعت المفاجاه. هلو ماي فريند ويت اوكي ويت 5 مينتس اي ويل بي باك. اوكي قالت لي 5 دقايق وعايده. اوكي والله اوكي 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 عشان ما ردتش انا على الرساله بتاعتها ديت. ايه القواعد دي؟ اوكي يا شباب اوكي اوكي تمام نبعت لها. اوكي يا عم اكتب اوكي بس يا عم. اوكي اوكي هاو ار يو. لا ده قالت لي انا جايلك بعد 5 ثواني بتعيد الاسئله. لا انا طالع انا طالع. خلينا نعمل كول عليها على طول. ايه ده ده في كذا شخصيه ليها. انا اختار الاولى يا شباب. خلينا نختار الاولى ده. لا الاخيره. اوكي مش مشكله. اوكي رد. تقولي انا شايفاك وانا بتتحرك في كل مكان. يما خلاص خلاص والنبي خلاص. وعم عم اختار دي. بتقول لي انا بشوفك كل وقت تتحرك. كلهم بيقولوا بيشوفوني. في حد هنا طيب ولا طب يا ام رجلي طويله بالله عليك انا كنت عايز اركب لاندا. الله يسامحك ده البتاع اللي شغال. اطلع من اللعبه دي يا ام كامل وخلونا نروح على لعبه سوبر بوبي مرة تانية وانا عاود التصوير بتاعنا وخلونا نخش على اللعبة. اوكي زي ما انتم شايفين يا شباب بلاي بلاي. اوكي مش عارف يعني انا كنت قافل اللعبة عشان خاطر الاعلانات دي لان انا عارف ان الاعلانات ديت هتبوظ الدنيا يا شباب. ايه ده؟ وات ذا؟ اوه ده بعد كده نقدر نشتري شخصيات وكده. ستارت مان ليتس دو ات. اوكي يا شباب لودينج لودينج. خلونا نشوف بس هيودينا فين؟ ليفل 1. اوكي خلونا نشوف هنتعلم بقى بداية كده. وات طيارة؟ هو بوبي هرب في الشارع ولا ايه؟ اتوقع ان بوبي هرب في الشارع والناس كلها بتدور عليه. تمام؟ فاحنا المفروض دلوقتي هننقذ العالم من بوبي او احنا بوبي اصلا. يو مين اللي ضرب الار بي جي ده؟ بوم هيضرب في السيارة. بوم الله يرحمك يا سيارة. اوه لا يا شباب السيارة ديت كده خلاص. اتوقع كده مين بقى اللي في السيارة التانية ديت سيارة الشرطة دي؟ هو مين اللي بيضرب بار بي جي اصلا؟ اه دي عصابة. اوكي على فكرة عصابة بتضرب على الشرطة. طيب طيب انا بحاول ان انا اترجم معاكم افهم معاكم فاهمين ازاي؟ مين اللي نزل من السما؟ سوبر بوبي هولا 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 هولا. الله عليك يا سوبر بوبي. انا السوبر بوبي يا شباب يعني ما حدش استغرب كده زي في جي تي اي 5 دايما ببقى الهيرو كده. هاي شايفيني انا السوبر؟ اه طرزاه. اوكي احنا عايزين ننزل تحت. لا انزل تحت تحت.
يا حبيبي انزل تحت. ايوه انزل انزل انزل. ما في الاعداء، طير ناحية الاعداء يا مكامل. اوكي الاعداء عند النقطة الحمراء اتوقع. ايوه الخريطة ايه، اوكي الاعداء عند النقطة الحمراء. اوكي خلونا نطلع من الخريطة. الله عليك يا مكامل، جري بقى. سبيد ران، سبيد 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 ران ران. تعالوا انا اعلمكم ازاي. ما في الاعداء، الاعداء فين؟ ما تقوليش ان هم مش عند النقطة الحمراء. هو انا مش عند النقطة الحمراء؟ خلاص يا ابني نشوف، اتوقع ان هم هناك هنا شباب. لا لا ما تقوليش ان هم مش هنا. لا هم العصابة. خش عليهم ضرب. اضرب ازاي؟ اضرب ازاي؟ ما انا مش عارف اضرب ازاي، بيوقف ازاي؟ اوكي عرفت بيضرب ازاي. تمام انزلوا، هات ابو سلاح ده، هات ابو سلاح اللي ماسك العصابة ده. اوكي هات ابو، ايوه يا بوبي. لا اوكي دي عندي حركة. الليزر حرقهم. توقعش ان انا انفع بطل خارق يعني، توقعش يعني. تخيلين ليفل 1 يا شباب. يا عم انت قاعد سقعان، شغل الدفاية اللي وراك يا عم، هنعمل لك ايه؟ مش فاهم انا. الموضوع طلع صعب يا شباب، الموضوع طلع مش زي ما انا متوقع، بس اوعدكم يا شباب ان الليفل 1 ده جوتين. كلهم بيدمروا سيارات الشرطه، كل العصابه مفكره ان هم هيفضلوا عايشين، ولكن مكامل وبوبي از ناو سوين. انا وبوبي اتنين، واحد وين انا وانا وبوبي واحد يعني، انا وبوبي نمبر 1، انا وبوبي ابطال خارقين هيروز مان. يلا خلاص دلوقتي يا شباب، اول ما ده صاحبنا يقوم انا بوبي انزل من فوق، بس انا مش هطير بقى على العصابه دي، هطير على العصابه اللي هم هناك اللي موتوني، واعلمهم الادب بالليزر. انا كنت بتعلم بس. يلا يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا بوبي انت لازم تعمل حركات الاكشن بتاعتك، ما احنا عارفين ان انت خارق يا عم. يلا ورينا انت بتعمل ايه. يلا ننزل على العصابه من تحت هنا، في عصابه تحت هنا واللي هم امهم اللي عند، ايوه هم هنا اهم. هلونتير اليوم الله عليك يا مكامل. سرعه بقى، سرعه 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 سرعه. اوكي بس عايزين نعمل عليهم حركه اسطوريه، عايزين نديهم نقدر نديهم بالليزر من بعيد على فكره. خلونا ما نقربش منهم قوي ونديهم بالليزر. اوكي اطلع بس انت هنا، تمام نديهم بالليزر من هنا. تمام كده كده الليزر بيوصل يعني اي حته. اوكي يلا نظبط كده بس ايه شكلنا عينينا. واحد وقع، اوكي واحد وقع ومات. اوكي خلونا نوقعهم كلهم من بعيد كده يا شباب، لان لو قربنا احنا عارفين ايه اللي هيحصل لنا. اوكي ما تتحرك يا عم بالليزر يا عم. هي اها ده لازم اتحرك كده. اوكي خلونا نحرقهم كده. اوكي يموت ده، جايين جري عليا صح؟ لا لا هو ايه دي، ايه القدره دي؟ اها اوكي بحاول اقتلهم. قتلت اتنين. اوكي والاتنين دولت كمان. اوكي الليزر خلص. اوكي تعال انت ضرب بقى، تعال انت اكشن. انت عايز اكشن انا عارف. اوكي لا مش ده الضرب، ده الضرب. ايوه خد الله عليك يا مكمل انت وبوبي. اوكي مش كومبليت، قلت لكم الشباب ان ليفل 1 سو ايزي، طول ما مكمل موجود، طول ما البلد بخير، طول ما احنا بسلام وامان، اوعى تقلقوا ابدا. كول اوف ديوتي وات يا اخي، الاعلانات يا اخي تحس ان هي عايزه كده يعني، مش وقتها خالص كده. اوكي خلونا نعمل بلاي. تمام اوكي خلونا نشوف الليفل الثاني او اللي هو الليفل 2، خلونا نشوف بقى نعرف نعديه ولا هيكون فيري هارد علينا. اوكي نعمل ستارت كده. تمام حلو قوي ده، حلو قوي ده، حلو قوي يا مكمل ان انت بتفهم في اللعبه كده. الليفل 2 خلونا نقضي على الاشرار. او ماي جاد ذات سو كول. اوكي اتنين ماشيين في الشارع اتوقع، اوه كبس عليهم واحد بعربيه، قال له او ماي جاد انت بتعمل ايه؟ واحده ماتت من كتر، لا دي مش من دي، ماتت من الاسلحه. فين بوبي؟ فين بوبي؟ انقذ البنت دلوقتي. بس انا ده انا ممكن اقتل البنت بالليزر بالغلط. هم خطفوها؟ خطفوها وقتلوا واحده. لا ما بحبش حد يقتل حد يا شباب. اوكي عايزك تطير يا عم بوبي، طير. اقول لك خدها سرعه، خدها سرعه، خلاص خدها سرعه، عرفنا ان انت سونيك، خدها سرعه. يلا شغل، انا هوريك ازاي تخطفى، هديك بالليزر. ودي سبايدر مان، سبايدر مان علقت في الشجر يا عم، سبايدر مان علقت في الشجر يا عم، علقت والله، والله علقت، والله علقت. مش عارف ادي اخرة اللي ما يكونش سبايدر مان ويحاول يبقى اوكي
ويحاول يبقى سبايدر مان. لا بجد انت حرام عليك يا بوبي يعني. اوكي طب هعمل ايه؟ طيب اتحشرت خلاص يعني مفيش. ايوه الله عليك. خلاص بقى نديها حته سبيد ران كده من على البيت اللي هناك ده كده. الله عليك. خلاص بقى نطير تاني على البيت ده كمان. سبايدر مان شغل سبايدر مان. اوه ده بيمسك في الحيطه. ديمت ده بيمشي على الحيطه. وات ايوه يا بوبي. اطلع اطلع على الحيطه اطلع على الحيطه وريهم ان انت اسطور. اطلع على الحيطه. لا اطلع شباب ما كان لسه بيطلع على الحيطه. شغل اكشن. ايوه ليتس دو. اوكي خلاص نروح هنا كده بالسريع. اوكي احنا لسه قربنا من قربنا قربنا قربنا. هم هناك اهم. احنا ممكن نقوم عاملين كده بالليزر. عين اوكي احرقهم كلهم. ممكن احرق البنت معاهم بالغلط. اوكي مش عارف انشل مش عارف انشل. متخيلين مش عارف انشل. تعالوا انتوا عايزين ليزر خدوا ليزر 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 ليزر. ايوه الليزر خلص. تجري عليا بوكس. اضرب اضرب ام كام. لا اللي معاه السلاح ده اللي معاه السلاح ده هيموتني. ايوه انت ماسك البنت ليه؟ ها ماسك البنت ليه؟ خد حتى لو معاك ايه. ازيك يا اموره. سو ايزي شباب. شوفوا تسقف بتسقف لي يا شباب. مكمل هنا بطل يا شباب. اوعوا تفكروا اني مكمل مجرد شخص عادي وبس. شباب قصه المقطع اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. ان شاء الله الحلقات الجايه نجرب الاشياء التانيه والاغراض التانيه وبس. اشوفكم المقطع الجاي على خير. اتمنى تكونوا استمتعتوا وبس. بيس اوت.